معركات شاملة جديدة في أطراف مدينة تعز. الهدف المعلن للجيش الوطني هو استكمال تحرير المناطق المحيطة بالمدينة وفك الحصار المفروض عليها منذ 3 أعوام. محافظ تعز الجديد أمين أحمد محمود دعا عبر وكالة الأنباء الإماراتية من عدن مواطني المحافظة إلى دعم عمليات الجيش الوطني والمقاومة في مواجهة ميليشيا الحوثي وإرهابها، معتبرا أن لحظة التحرير التي طالما انتظرها أبناء المحافظة قد حانت. كما أتوجه بنداء أخير لإخواننا وأبنائنا في المناطق الواقعة تحت نفوذ ميليشيات الكهنوت الحوثية أن يهبوا لنصرة أخوتهم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأن ينتفضوا ويفأروا لكرامتهم وحريتهم. يشرف على هذه العملية قائد محور تعز اللواء خالد فاضل، وخلالها تقدم الجيش في محاور عدة شمال مدينة تعز وغربها، أبرزها الزنوج وأطراف الدفاع الجوي والحوجلة وجبل الوعش والأربعين ومحيط معسكر التشريفات شرق المدينة، محققا تقدما مهما بحسب نائب المتحدث باسم الجيش في تعز العقيد عبد الباسط البحر. قوات الجيش تجري منذ الخميس عملية تمشيط واسعة لبعض الخلايا والقناصة في جبل الوعش الذي يطل على شارعي 60 و50، وهي عملية يقول الجيش إنها ستؤدي إلى قطع خطوط الإمداد عن الميليشيا في الجبهة الشرقية. والشباب معنوياتهم مرتفعة، لقد قمنا بالرد على الميليشيات عندما قاموا بقصف المدينة بالهاونات والقذائف عشوائيا. وضع التحالف العربي هذه المرة ثقله الكامل خلف العملية العسكرية الجديدة، وشهدت العملية تدخلا كثيفا للطيران الحربي التابع للتحالف الذي وجه ضربات مؤثرة لمواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية والإمداداتها في شمال وغرب وشرق المدينة، ما أدى إلى تدمير دبابات ومدرعات وسيارة عسكرية مسلحة ومدافع رشاشة ومدافع هاوزر، كما أسفرت عن مصرع نحو 35 من عناصر الميليشيا وإصابة العشرات. وفي ثاني أيام المعركة واصل الطيران قصف مواقع عدة للميليشيا الحوثية في جبل أومان بالحوبان إلى الشرق من مدينة تعز، وفي تبت المدرجات في غراب إلى الشمال الغربي للمدينة، وفي تبت زومان وجبل المنعم بالربيع في غرب المدينة. معركة تعز مفصلية في إطار المواجهة الشاملة مع الإنقلاب، لذا يأمل المراقبون في أن تتجاوز هذه المرة التعقيدات السياسية والحسابات الخاطئة التي أوقفت معارك سابقة وأبقت تعز رهن الحصار والقصف اليومي للمدنيين حتى اليوم.